بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم اليوم بإذن الله بحل مسألة شاملة بكالوريا 2014 لشعبة العلوم التجريبية. إذن هي مسألة شاملة ورائعة، أنصح الجميع بمشاهدتها، حيث تتحدث عن الدوال العددية. قال: لتكن جي دالة عددية معرفة على R. كلمة R يا أبنائي هنا المقصد من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، المجال مفتوح، كما يلي بالعبارة التالية. ها هي عبارتها. السؤال الأول هو: أحسب النهاية عند أطراف مجموعة التعريف، يعني عند الناقص ما لا نهاية، وهنا عند الزائد ما لا نهاية. إذن نبدأ في الأول، نقول حساب ليميت جي لي إكس لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي، تصبح مباشرة نكتب هكذا، نكتب ليميت جي لي إكس لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي. قاعدة ماذا تقول؟ تقول نهاية عند الزائد من الناقص من النهاية لكثير الحدود هي نهاية الحد الأول اللي هو هذا، يعني تصبح تساوينا ليميت 2 إكس قوة 3 هكذا، ما لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وتعطي لنا ماذا؟ لاحظوا نعوض هنا ناقص في ناقص في ناقص في ناقص، كم ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ناقص ما هي، تعطي لنا مباشرة تعطي لنا ناقص ما لا نهاية. إذا النهاية هي الناقص ما لا نهاية، وهنا عند الناقص ما لا نهاية. الآن نعوض عند كذلك عند الزائد ما لا نهاية. إذا نقول ليميت جي لي إكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، نفس الطريقة أبنائي، نعوض في أكبر حد، يعني تصبح ليميت ماذا؟ ليميت 2 في إكس قوة 3 لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وتعطي لنا زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية في زائد، يعني المهم الإشارات زائد في زائد في زائد، يعطي لنا زائد ما لا نهاية. إذا ها هي النهايات قد ظهرت. هل جد تفسير بياني لهذه النهايات؟ لا، لم يطرح عليها سؤال. الآن ننطلق إلى السؤال الذي جاء بعده، اللي هي أدرس اتجاه تغيرات دالة جي على R، يعني على مجموعة تعريفها، ثم شكل جدول تغيرات. يعني هنا يوجد سؤال، إذا نكتب في الأول ب دراسة تغيرات الدالة جي. هنا في دراسة تغيرات الدالة جي أبنائي، الأمر الذي علينا أن نتبعه هو المشتقة، إذا تصبح مباشرة F فتح عفوا G. إذا هنا عندنا أبنائي، عندنا كذلك نحسب الآن المشتقة، قلت تصبح G فتحة لـ X تساوي لنا عندنا هاي الدالة. إذا نبدأ نشتق هذا، ينزل إلى هنا تصبح ماذا؟ تصبح 6 X مربع ناقص 8 إكس زائد 7، هذه هي المشتقة. الآن نبحث عن إشارتها مباشرة، نقول إشارة جي فتحة لإكس. هنا معادلة من الدرجة الثانية، دالتا يساوي لنا بي مربع ناقص 4 أ سي يساوي لنا البي، ها هو أمامكم اللي هو 64 ناقص 4 في 6 في ماذا؟ في 7. لاحظوا جيدا، إذا ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا 64 ناقص 24 24 في ماذا؟ في 7، وهذه القيمة أكيد قيمة سالبة، مهما كانت فهي قيمة سالبة. ومنه إشارة المشتقة اللي هي جي فتحة لي إكس من إشارة ماذا؟ من إشارة أ،
من إشارة A الذي هو كم؟ 6. ها هو الـ A هو كم؟ هو 6، يعني يصبح A موجب. إذن الدالة كيف هي أبنائي؟ بما أن تقول قاعدة إذا وجدتم الدالة تصل فإن إشارة تلك العبارة من إشارة الـ A. ها هو الـ A أمامكم، هو عدد موجب. إذن الدالة كيف هي؟ جي. نقول الدالة جي متزايدة تماما على R، على مجموعة تعريفها بهذه البساطة فقط. إذن دائما لما تقومون بحساب دالتا، دائما لما تقومون بحساب دالتا وتجدونه سالب، قولوا إشارة العبارة من إشارة A. إذا كان هذه جاء هنا ناقص 6 مثلا، فتصبح العبارة سالبة. نعم العبارة سالبة. إذا كانت 6 قولوا العبارة موجبة، يعني يتبعها الدالة. الدالة إذن جي هي متزايدة تماما على مجموعة تعريفها اللي هي R. ثم قال شكل جدول تغيرات. والآن نشكل جدول تغيرات. تابعوا، نقوم بالمحي هنا. إذن تحدثنا وقلنا أن الدالة متزايدة. نأتي الآن إلى جدول تغيرات. جدول التغيرات للدالة جي. هنا في جدول التغيرات علينا أن نستعمل هنا مسطرة حتى تكون العملية منظمة هكذا بهذه البساطة. تابعوا أبنائي، هكذا لاحظوا. الآن نقوم بعملية الملء. عملية الملء علينا أن نكون حذرين في عملية الملء. إذا هنا عندنا إكس، هنا ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. هنا عندنا جي فتحة لإكس، قلنا كيف هي؟ متزايدة، دالة متزايدة. وهنا جي لإكس هكذا متزايدة، معناه هذا هكذا. هنا ناقص ما لا نهاية، وهنا الزائد عفوا، وهنا قلت الزائد ما لا نهاية. إذن هنا ناقص ما لا نهاية وجدناها، وهنا وجدناها زائد ما لا نهاية. ها هي أمامكم، ها هي أمامكم. إذن هذه هو جدول تغيرات الدالة. ماذا؟ الدالة جي. نقوم هكذا بغلقه حتى يكون العمل منظم هكذا. هذا هو جدول التغيرات. نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده. قال بين أن المعادلة جي لي إكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا، حلا وحيدا محصور ما بين الصفر 7 والصفر 8. هنا مباشرة يأتي في ذهني في هذه القاعدة يا أبنائي نظرية القيم المتوسطة التي تحدثنا عليها في الدرس، أنه عليك لما تجد، هو لم يقول لك أوجد هذا الحل، وإنما قال برهن أن يوجد حل. إذن نكتب هنا البرهان، البرهان أن المعادلة جي لي إكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث تلك الألفا محصور ما بين الصفر 8 والصفر 7. هنا المقصود نظرية قيم متوسطة، لا جدال في ذلك. للبرهان على هذا السؤال ماذا نقول؟ نقول بما أن، ركزوا فقط، بما أن الدالة جي، الآن نلاحظ الدالة جي في هذا المجال فقط، يكفينا في هذا المجال، اللي هي من ناقص صفر 7 عفوا من صفر 7 عفوا ومن صفر 8. لاحظوا الدالة في هذا المجال كيف هي، ركزوا معي. الدالة كيف هي؟ إذن بما أن الدالة مستمرة ومتزايدة على المجال صفر 7 وصفر 8، ها
هكذا نتحدث على هذا المجال، بالرغم هي متزايدة على R، لكن يكفينا المجال الذي يتحرك فيه الألفا فقط. لاحظوا إلى الألفا، ها هو الألفا، قيل أن الألفا لما يأتي إلى جي يجعلها صفر. لاحظ حسب ما نلاحظ هنا، هذا الأمر، إذا لاحظوا جيدا إلى هذا الأمر، جي لي إكس يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. ما معناها؟ معناه كأنما جي لي ألفا تساوي الصفر، يعني لما الإكس يأخذ قيمة ألفا تصبح العبارة تساوي الصفر. إذا لاحظوا هنا جي لي لما الإكس لاحظوا أخذ الألفا أصبحت جي كم؟ صفر. ها هي، ركزوا معي فقط، ها هو الصفر. هذه القيمة التي تكون تحت الصفر كيف تكون؟ أكيد ستكون سالبة لأنها هو الصفر، وهذه القيمة كيف تكون؟ تكون موجبة مهما كان لأنها هو الصفر. هذه قيم فوقه وهذه قيم تحته، وماذا؟ و جي لي نعوض، جي لي 0.7 نعوض في الدالة بالعبارة هنا بجي لي فاصل 7، إذا جي لي وأكيد ستكون قيمة سالبة لأن لاحظوا ها هي أمامكم، جي لي 0.7 تساوي لنا 2 في 0.7 قوة 3 ناقص 4 في 0.7 مربع زائد 7 في 0.7 ناقص 4 وتساوينا. يعني هنا استعملوا الآلة الحاسبة ستعطي لكم النتيجة هي ناقص 0.37، إذا تعطيكم ناقص 0.37. نأتي الآن إلى جيل 0.8 بنفس الخطة أبنائي، عوضوا في الدالة ستجدون القيمة اللي هي 0.06 0.06. لاحظوا قيمة موجبة كما تحدثت معكم، وهنا قيمة سالبة. نقول وبما أن ماذا؟ جيلي 0.8 في جيلي 0.7 قيمة موجبة وقيمة سالبة، كيف تكون؟ تكون أقل من الصفر. لاحظوا قيمة، ها هي قيمة موجبة وها هي قيمة سالبة وها هي قيمة موجبة، إذا الصفر يقع بينهما. هذه نظرية قيم متوسطة. الآن ومنه ماذا نقول؟ حسب هكذا، حسب نظرية القيم المتوسطة فإن المعادلة جيل إكس تساوي الصفر تقبل ماذا؟ تقبل حلا واحدا ألفا، حيث ماذا؟ حيث ألفا يصبح هو محصور ما بين 0.8 و0.7. وهذه الكتابة أبنائي، هذه الكتابة تعادلها كذلك جيلي ألفا يساوي الصفر، تصبح أن الألفا جذر لهذه المعادلة، إلا أنه هو قيمة متوسطة لا يمكن أن نعرفه 100%. هذه هي نظرية قيم متوسطة، سميت نظرية قيم متوسطة لكونها تبرهن الحل لا تستنتج الحل. إذا هنا قد توصلنا إلى هذا الشيء. ثم السؤال الذي جاء بعده قال استنتج. لاحظوا استنتج يا أبنائي، كلمة استنتج أولا أكيد سيكون الجواب في الشيء الذي قبلها مباشرة، يعني أولا استنتج، يعني السؤال يكون الجواب سيكون هنا. بكل بساطة استنتج حسب قيم العدد الحقيقي X إشارة ماذا؟ جيل X. المقصد من جيل X هو هذا، ليس هذا، احذروا، ليس هذا، ليس المشتق، هذا. لاحظوا جيل إكس هنا كم تكون؟ تكون صفر عند ماذا؟ عند الألفا. هذه القيم كيف هي؟ لو تلاحظون كلها سالبة تقع تحت الصفر. هذه كيف هي؟ كلها موجبة. إذا يصبح بأبسط الطرق تصبح هكذا، إذا قلنا إشارة تابعوا إذا نكتب جدول إشارة جيلي إكس. هنا في جدول الإشارة أبنائي نقول هكذا فقط، تابعوا أرجوكم حتى تعلم هكذا هكذا حتى يكون العمل منظم جدا وتتعلمون من خلاله كيفية حل المسائل هذه.
الآن هنا نقول x الناقص ما لا نهاية إلى الزايد ما لا نهاية، هنا جيلي x تنعدم عند الألفا، لاحظوا أبنائي هنا ناقص وهنا زائد. فيكم من يقول لماذا يا أستاذ؟ تعال هنا إلى الجدول، لاحظ صفر عند ماذا؟ عند الألفا، هذه القيم كلها تقع تحت وهذه القيم كلها تقع فوق بأبسط الطرق. إذا هنا ها قد يعني قمنا بماذا؟ بإنجاز هذا جدول الإشارة، إلا أنه هو عنده علاقة وطيدة مع الآن. ما رأيكم لو قيل لنا قم بإنشاء المنحني السيجي، لو طلب منا، بالرغم هو لم يطلب، لكن طلب منا مثلا أن نقوم برسم سيجي، تابعوا أبنائي، لاحظوا سنقوم برسم السيجي حتى يعني تتعلموا من خلاله كيف هكذا. لاحظوا عندنا ها وجدول التغيرات، قال أنه المنحني والتفسير البياني يا أبنائي لهذه نظرية القيم المتوسطة في جيل إكس يساوي صفر هو نقطة تقاطع المنحني سي جي مع محور الفواصل. هذا هو التفسير البياني لنظرية القيم المتوسطة في هذه الحالة، يعني هو نقطة تقاطع المنحني مع محور الفواصل. هو قال ما بين الصفر، لو جعلنا هكذا الوحدة، هذه هي الوحدة، هو قال 0.7 و0.8، يعني هنا الألفا، يعني كيف يأتي المنحني؟ يأتي بهذه البساطة، تابعوا ها هو أمامكم، سيأتيكم هكذا، تابعوا سيأتي هكذا، يأتيكم هكذا هكذا ويكمل الطريق بهذه البساطة فقط هكذا، وأبدأ بالصعود لأنه ها هو أمامكم، ها هو لاحظ هكذا فقط، هذا هو المنحني يعني سي جي، بالرغم هو لم يطلب منا إلا للتقريب وعليه أن يمر هنا من الألفا فقط. الآن نأتي إلى بقية الأسئلة الأخرى التي وردت، نأتي الآن إلى الجزء الثاني. قال نعتبر الدالة العددية F المعرفة على R بالعبارة، ها هي عبارتها CF تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. السؤال الأول هو حساب النهاية، إذا نبدأ مباشرة نقول حساب النهاية، تابعوا أبنائي. في حساب النهاية هنا نكتب ليميت ماذا؟ f لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية يساوي لنا، بما أنها كثير حدود بما أنها كثير حدود على كثير حدود، ماذا تقول القاعدة؟ تقول تساوي لنا ليميت الحد الكبير اللي هو إكس قوة 3 على الحد الكبير في المقام إكس قوة 2 في 2 لازم عليكم أن تأخذوها، لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي لنا، يختزل هذا مع هذا تصبح تساوي لنا ليميت ماذا؟ ليميت إكس على 2 لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وهذه أكيد لما تعوض هنا بالناقص ما لا نهاية ستعطيكم ناقص ما لا نهاية، إذا النهاية أعطت لنا ناقص ما لا نهاية. بنفس الطريقة عند الزائد ما نقول ليميت f لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، نفس القاعدة يعني بنفس الخطة، تبقى لنا ليميت إكس على 2 لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا هذه النهاية مشهورة اللي هي تعطينا زائد ما لا نهاية، لأن ليميت زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، إذا ها هي النهايتين قد ظهرتا بطريقة بسيطة عند الناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. نكمل الآن
إلى السؤال الذي جاء بعده، قال بين أنه من أجل كل X ينتمي إلى R فإن العبارة، ما معناها؟ معناها عندنا العبارة الأولى للدالة ها هي، يريد أن نثبتها أنها هي نفسها هذه العبارة. هنا كيف؟ يا إما ننطلق من هنا ونوحد المقامات، يا إما هنا. الأفضل أن تنطلق من هنا وتأتي إلى هنا هكذا، هذا هو الأفضل. إذا قلت من الأفضل أن تنطلق هكذا، يعني تنطلق حسب هذه القاعدة هكذا حتى يكون الأمر سهل. إذا نقول ألف البرهان أن ماذا؟ أن F لX تساوي لنا 1/2 في X زائد 1 زائد 1-3X على 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1. هنا أكيد ما هو الأمر؟ هو توحيد المقامات. ما هو المقام المشترك هنا أبنائي؟ تصبح F لX يساوي لنا، لاحظوا سنقوم بتوحيد المقامات هنا مباشرة، المقام الموحد، ركزوا معي فقط، المقام هو هذا، المقام أكيد هو هذا، يعني نكتبه اللي هو 2 في ماذا؟ في 2X مربع، تابعوا جيدا، ناقص 2X زائد 1. هذا ما هو مقامه المشترك؟ هذا ما هو مقامه المشترك؟ هو هذا، هو 2 في هذا، يعني علينا أن نضرب هذه القيمة هنا، نضربها هنا، يعني ماذا تصبح؟ تصبح X زائد 1 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 زائد هذا مقامه أصبح موحد، 1-3X. نكمل هنا عملية النشر، تابعوا جيدا، وعلينا أن نجد عبارة الدالة، علينا أن نجد عبارة الدالة نفسها هذه، لأنها F لX F لX. هنا قلنا 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1 في البسط. نبدأ الآن بالنشر، هذا في هذا يعطينا 2X قوة 3، وهذا في هذا يعطينا ناقص 2X مربع، ثم هذا في هذا يعطينا زائد X، وهذا في هذا يعطينا زائد 2X مربع، هذا في هذا يعطينا ناقص 2X، ثم هذا في هذا يعطينا زائد 1 زائد 1-3X. ركزوا الآن، تساوي لنا هكذا، لاحظوا جيدا، المقام يبقى كما هو اللي هو 2 في 2X مربع ناقص 2X زائد 1. البسط سنكمل معه الحساب، عندنا هذا يختزل مباشرة، قد ذهب، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا 2 في X قوة 3، وعندنا هذا وهذا وهذا، عندنا هنا ناقص 5 مع الX تصبح ناقص 4X، وتبقى لنا الأعداد. ما هي الأعداد التي ستبقى؟ تبقى لنا، إذا ذهبت كل هذه انتهى أمرها، بقيت هذا مع هذا اللي هو زائد 2. وهنا لنا الفكرة، لو تلاحظون جيدا إلى عبارة الدالة، لأن عبارة الدالة ها هي أمامكم، سيختزل هنا الاثنان، هذا مع هذا مع هذا مع هذا، لأن سنستخرج الاثنان عن المشترك، تبقى مباشرة ما هي؟ تبقى لنا العبارة كالتالي، لاحظوا أبنائي، هنا اختزلت هذا وهذا وهذا، أنا استخرجت كعامل مشترك واختزلته مع هذا الأمر، هنا تصبح لنا X قوة 3 ناقص 2X زائد 1 على 2X مربع
ناقص 2 إكس زائد 1. وهذه العبارة هي نفسها يا أبنائي، ما هي؟ هي إف لإكس، بهذه البساطة فقط. يعني قوموا بعملية النشر، توحيد المقام والنشر. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد. قال استنتج أن المنحني سي إف يقبل مستقيما مقاربا دالتا يطلب تعيين معادلته. والسؤال هو استنتج، بما أن استنتج معناه الجواب سيكون في السؤال الذي قبله مباشرة. إذن هنا نقول استنتاج أن سي إف يقبل مستقيما مقاربا مائلا دالتا. هنا بكل بساطة، بما أن قال استنتج، لاحظوا جيدا، عندنا هنا عدة طرق. فيه طريقة تقول إذا كانت ليميت إف لإكس، أو بطريقة أخرى، لا، إذا كانت تقول قاعدة إف لإكس تساوينا، لاحظوا جيدا، تساوينا مستقيم اللي هو إيكغيك هكذا ناقص زائد جيلي، لا نقول جيلي إكس، نقول مثلا كالي إكس، حيث نهاية هذه العبارة تعطيكم صفر، فهذا ينتج أنه مستقيم. هذه قاعدة درستموها في السنة الثانية، إذا كانت نهاية هذا الدالة هو الصفر فينتج هذا مستقيم، أو مكتوب لنا الشكل هذا المستقيم هو مكتوب لنا الشكل أ إكس زائد بي زائد ك لي إكس. إذا كانت نهاية هذه العبارة تعطي لكم صفر فاعلموا أن هذا سيكون مستقيم، بهذه البساطة. تعالوا نطبق هذه القاعدة، تصبح ماذا؟ تابعوا، ها هي أمامكم. ما هي نهاية هذه العبارة؟ ليم اللي هي واحد ناقص ثلاثة إكس على اثنان في اثنان إكس مربع ناقص اثنان إكس زائد واحد، لما إكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية. ماذا تعطي لنا؟ تعطينا لنا ليميت أكبر حد اللي هو ناقص ثلاثة إكس على أكبر حد في المقام اللي هو أربعة إكس مربع. قوموا بعملية النشر فقط، لما إكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية، وهذه يختزل هذا مع ذا، تعطيكم ناقص ثلاثة على أربعة إكس، تصبح ليميت ناقص ثلاثة على أربعة إكس لما إكس يؤول إلى النقص من هذه تعطي لكم صفر. وعند الزائد ما لا نهاية كذلك ليميت ناقص ثلاثة على أربعة إكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما تعطي لنا صفر. ها هو الكلام الذي تحدثت عليه قد تحقق. ها هو، إذن عندنا قاعدة إذا كانت مكتوبة العبارة من هذا الشكل، درستوها في السنة الثانية، مكتوبة من شكل أ إكس زائد ب زائد عبارة دالة حيث تلك الدالة نهايتها تعطيكم صفر، فاعلموا أنه هذا مستقيم. إذن نقول ومنه، ها هو المستقيم أمامكم قد ظهر، ومنه المستقيم دالتا ذو المعادلة، ما هي المعادلة؟ إيكغيك يساوينا واحد على اثنان في إكس زائد واحد مستقيم مقارب مائل بجوار زائد ما لا نهاية والنقص ما لا نهاية. هذه طريقة. يوجد طريقة أخرى يا أبنائي، ما هي الطريقة الأخرى؟ إذن الطريقة الأولى هذه هي، الطريقة الثانية هي أنك أنت تقول أنه هو يظهر، لاحظوا جيدا، الطريقة الثانية تا اثنين هو أنه تقول ها هو أمامك، نهاية الفرق تساوي الصفر، يعني ليميت إف لإكس ناقص إيكغيك لما إكس يؤول إلى ما لا نهاية الزائد أو الناقص من نهاياهم تساوينا ماذا؟ إذا ها هي إف لإكس هي ليميت واحد على اثنان في إكس زائد واحد زائد واحد ناقص ثلاثة إكس على اثنان في اثنان إكس مربع
ناقص 2 إكس زائد 1. تابعوا أرجوكم. ناقص ماذا؟ ناقص المستقيم هو هذا بنفسه، ناقص 1 على 2، 1 على 2 في إكس زائد 1 هكذا، لما إكس يؤول إلى اللانهاية. وهذا أكيد مثل ما تحدثت، هذا يختزل مع هذا، ونهاية هذه العبارة تحدثنا عليها أنت لنا صفر، ومنه كذلك المستقيم هو هذا الذي تحدثت عليه. يجد طريقتها. الآن المستقيم أصبح موجود، إذن المستقيم هو موجود أمامكم، اللي هو ها هي معادلته، هذه هي معادلة الدالتا. الآن دراسة الوضع النسبي، سؤال ادرس الوضع النسبي، نحن نتحدث على هذا السؤال. في دراسة الوضع النسبي ما معنى، ما المقصود؟ إذن نكتب دراسة الوضع النسبي، إذن هنا دراسة الوضع النسبي. دراسة الوضع النسبي هي إشارة الفرق بين f لـ x ناقص y في مع مجموعة التعريف دائما في R. هنا ما هنا ما علينا إلا أن نأخذ هذه العبارة، يصبح لنا 1 على 2 في x زائد 1 زائد هكذا، تابعوا جيدا، 1 ناقص 3 x على 2 في 2 x مربع ناقص 2 x زائد 1 ناقص y اللي هي ها هي الـ y، ناقص 1 على 2 في x زائد 1. ندرس إشارة هذه العبارة تساوي، سيختزل هذا مع هذا. إشارة هذه العبارة يا أبي يعني أبقت لنا تساوينا 1 ناقص 3 x على 2 في 2 x مربع ناقص 2 x زائد 1. هذه إشارة هذه العبارة من إشارة البسط في المقام، إشارة عبارة من إشارة البسط في المقام. نأتي الأول إلى البسط. البسط ما هو البسط؟ إذا نبحث عن البسط أين ينعدم؟ 1 ناقص 3 x يساوي 0، يصبح x كم يساوينا؟ ثلث. لماذا الثلث؟ لأن هذا ينقل إلى هنا تصبح 3 x وتصبح 1 على 3، إذا هذا ينعدم في هذا المكان. نأتي الآن إلى المقام، المقام لا نقول ينعدم إنما لا ينعدم، 2 في 2 x مربع ناقص 2 x زائد 1 لا يساوي الصفر، نحن نبحث عن الإشارة فقط، لا نريد شيء آخر. تابعوا جيدا أبنائي حتى تتعلموا كيف ندرس الوضع النسبي لمستقيم ومنحني. هذا مستحيل يساوي الصفر لأنه 2، يصبح هذه معادلة من الدرجة الثانية، نحسب دالتا ب مربع ناقص 4 ا سي يساوي لنا ال ب هو ناقص 2 يصبح 4 ناقص 2 في 4 في 1، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص 4 لأنها قيمة سالبة، يعني تصبح هكذا، يعني هذه القيمة كيف هي؟ قيمة تحدثنا قلنا إشارتها من إشارة هذا الـ ا. إذن نقول 2x مربع ناقص 2x زائد 1 قيمة موجبة تماما، لأن الدالتا سالب فإن إشارتها من إشارة هذا العدد، يعني تصبح من الذي يؤثر على الوضعية، على الوضعية هو هذا العدد، هذه نوعاً هذا قيمة. نأتي الآن وننشئ جدول إشارة بسيط من خلاله نتعلم الوضعية. نلاحظ هكذا، تابعوا أرجوكم حتى تعلموا كيفية دراسة الوضعية. هكذا تابعوا، هنا x من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، المسؤول هنا عن إشارة هو هذه القيمة، هي 1 ناقص 3 x انعدمت عند ماذا؟ عند الثلث.
هنا بما أن معادن درجة الأولى هنا عكس وهنا نفس الآ، ها هو الآ أمامكم هو سالب. هنا ماذا نكتب؟ نكتب الوضعية. في الوضعية أبنائي ركزوا معي فقط، أمر بسيط جدا. هنا ماذا نقول؟ نقول سي اف يقع فوق دالتا، كلمة زائد فوق ناقص تحت، سي اف يقع تحت دالتا. هنا أين الصفر؟ سي اف يقطع دالتا فقط. هذا هي الأمر بأبسط الطرق، هذه هي دراسة الوضعية وانتهى الأمر. نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده، قال بين أنه من أجل كل x من r فإن المشتقة هذه تساوي لنا هذه العبارة. ماذا تساوي لنا معناه؟ تساوي لنا x في g ل x اللي هي ها هي g ل x على المقام مربع، هذه لما نشتق هذه القيمة. تعالوا نبدأ نشتق وعلينا أن نصل إلى تلك المطلوب. إذا نقول ثالثا، برهان عبارة المشتقة، برهان عبارة المشتقة يعني نريد أن نصل إلى هذه العبارة. نبدأ، ها هي العبارة أمامك، ها هي الدالة، تصبح اف فتحة dx تساوي لنا، نجعل خط كسر هكذا حتى يكون العمل منظم. أول شيء ماذا تقول القاعدة؟ تقول u على v مشتق دالة تناظرية، ما هو؟ هو مشتق الأول، عفوا هو مشتق البسط الأول في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع. مشتق البسط، أولا أقول المقام مربع أولا يعني حتى لا تخطيط الأمور، هكذا ناقص 2x زائد 1 الكل مربع. ثم نطبق مشتق البسط كم؟ 3x مربع ناقص 2 هكذا ناقص 2 في المقام 2x مربع ناقص 2x زائد 1 ناقص مشتق المقام هو ماذا؟ هو 4x ناقص 2 في البسط اللي هو 3x قوة 3 ناقص 2x زائد 1. هذا القانون نبدأ تساوي، ثم الخط الكسر هكذا حتى الأمور تكون منظمة. نكتب هنا f فتحة ل x، نكتب المقام مربع 2x مربع ناقص 2x زائد 1 هكذا. ونبدأ الآن بالنشر مع هذا، هذا في هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا 6x قوى 4. ثم عندنا هذا في هذا كم؟ ناقص 6x قوة 3. ثم عندنا هذا في هذا كم؟ زائد 3x مربع. ننشر إلا يعني رويدا رويدا لا نتعب أنفسنا. هنا ناقص 4x مربع ثم هذا في هذا زائد 4x، ما هذا في هذا كم؟ ناقص 2. نأتي الآن إلى الفرع الثاني، ناقص هذا في هذا كم؟ 4x قوة 4 مع الناقص به ناقص 4x قوة 4. ثم هذا في هذا كم؟ 8x مربع ناقص 8x مربع مع الناقص به زائد 8x مربع. ثم هذا مع هذا 4x مع الناقص به ناقص 4x. ثم نأتي الآن إلى هذا،
ناقص 3 إكس مربع مكعب مع الناقص به زائد 3 زائد 2 عفوا زائد 2 إكس مكعب، هذا مع هذا ثم هذا مع هذا كم؟ زائد 4 إكس مع الناقص ناقص 4 إكس، ثم عندنا هذا مع هذا ناقص 2 مع الناقص به زائد 2 هكذا. أن نلاحظ هل يوجد اختزالات أم لا. تابعوا أبنائي نقطة بنقطة حتى نصل إلى هذه الأشياء. تابعوا، نجعل دائما خط الكسر هكذا حتى تبقى العملية منظمة. نكتب هنا F فتحة دائما لـ X تساوي لنا المقام مربع لا نخلط فيه أبدا، اتركوه كما هو هكذا. سنرى هل توجد اختزالات أم لا. عندنا هذا ذهب مع هذا، وعندنا ركزوا فقط أبنائي حتى تعلموا، عندنا هنا نعم. إذا نبدأ إكس قوى هذا درجة رابعة، ما الذي يشبهه؟ ها هي الدرجة الرابعة، كم تعطي لكم؟ تعطي لنا 2 إكس قوى 4 هذا الأول. نأتي الآن إلى أصحاب الدرجة الثالثة. أصحاب الدرجة الثالثة عندنا هذا مع ماذا؟ مع هذا كم؟ ناقص 6 مع الاثنان ناقص 4 إكس قوة 3. نأتي الآن إلى أصحاب القوى الأخرى، قوى المربع. عندي هذا مع هذا كم؟ ناقص إكس مربع ناقص إكس مربع مع هذا، قلت ناقص إكس مربع مع هذا تصبح زائد 7 إكس مربع. ركزوا فقط، قلنا هذا مع هذا أعطيت لنا، لو نعيد هذا مع هذا تعطي لنا 11 ناقص 4 تعطي ناقص 7 نعم. بقيت لنا هذا يذهب مع هذا مباشرة، بقيت لنا ماذا؟ ناقص نعم بقيت لنا ناقص 4 إكس. هذه هي العملية، ركزوا معي فقط. نأتي الآن بجلب الجيل إكس أمامنا حتى نعرف هل اقتربت النتيجة أم لا. ها هي جيل إكس، لاحظوا جيدا هل حقيقة لما نستخرج الإكس تظهر النتيجة أم لا. تعالوا نستخرج الإكس من هنا، من هنا وهنا وهنا وهنا، تصبح ماذا؟ تصبح F فتحة لإكس يساوي لنا المقام قلنا نتكلم معه هو 2 إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 1 هكذا. نستخرج الإكس، ماذا يبقى لدينا؟ تبقى لدينا إكس قوة 3 2 إكس قوة 3 ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 4، وهذه عبارة لمن؟ لهذه، تصبح مباشرة يعني أمور بسيطة جدا، إلا أنه عليك أن تحذر في عملية النشر والحساب. هنا تصبح جيل هنا إكس في جيل إكس وهو المطلوب، ونقول ومنه. ها قد توصلنا إلى هذا الشيء يا أبنائي. الآن بعد ما توصلنا إلى هذا البرهان نعود إلى بقية الأسئلة. ثم قال السؤال الذي بعده استنتج إشارة F فتحة حسبة ثم شكل جدول التغيرات. ركزوا فقط، الأولى أولا قال استنتج يعني لا تتعب عقلك، إنما يوجد براهين من قبل استعملها فقط، أخذ منها النتائج. تابع، نقول استنتاج
إشارة F فتحة X. ماذا نقول؟ نقول إشارة F فتحة X من إشارة ماذا؟ إشارة الجداء X في جيل X، هذا هو يعني إشارة هذه القيمة. جيل إكس عندنا إشارتها ها هي، لو تتذكرون ها هي إشارتها، تنعدم عند الألفا، من هنا سالب ومن هنا موجب. تعالوا هنا، الإكس ينعدم عند ماذا؟ عند الصفر. إذا نجعل جدول الإشارة بأبسط الطرق. لاحظوا هكذا، عفوا خطأ كان ما إن وإن ما، هكذا هكذا ثم هكذا، تابعوا أرجوكم. لاحظوا كيف نستنتج الإشارة بطريقة بسيطة جدا، إلا أنكم عليكم بالمتابعة. هكذا الآن عندنا X، عفوا قلت X من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية. عندنا الجيل X تنعدم عند ماذا قلنا؟ عند الألفا، هنا ناقص وهنا زائد. وعندنا قلنا إشارة من إشارة الجيل X في X، والX ينعدم عند ماذا؟ عند الصفر. ها هو الصفر. فيكم من يقول يا أستاذ لماذا وضعته هنا ولم تضع من هنا؟ لأنه هو أصغر، لأن الألفا محصور بين الصفر سبعة والصفر ثمانية، هذا هو الأصل. معادلة من الدرجة الأولى هنا نفس عكس وهنا نفس، أنها هو المعامل هو واحد، المعامل هو الواحد. تابعوا أبنائي، هنا كاف نزل وجد هكذا لا يهتم له، ثم هذا ينزل يجد الزائد لا يهتم له، يتركه زائد كما هو، ثم تصبح تنعدم المشتقة عند هذه القيمتان. وهنا نكتب F فتحة F فتحة ل X، هي حرب الإشارات الآن، هذا في هذا يعطي لنا زائد، هذا في هذا ناقص، وهذا في هذا زائد. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول الدالة F متزايدة على المجال، ما هو المجال؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر هكذا، اتحاد من الألفا إلى الزائد ما لا نهاية. كما تكون الدالة F متناقصة، هنا متناقصة على المجال ماذا؟ من الصفر إلى الألفا هكذا، متزايد هنا متناقصة فقط، يعني أنا أتحدث هنا في الزائد متزايدة وفي الناقص متنافسة. ثم شكل جدول تغيراتها. نأتي الآن إلى جدول التغيرات بطريقة بسيطة جدا، تابعوا جدول التغيرات. سنقوم بمحي إلا هذا ونكمل عليه فقط، عفوا المهم نتركه أفضل، ونرسم واحد آخر. تابعوا تابعوا أبنائي. إذا جدول التغيرات هو ملخص كل العمليات التي تمت من قبل، هو ملخص كل العمليات. تابعوا هكذا وهكذا، لاحظ عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، عندنا المشتقة اللي هي F فتحة لـ X انعدمت عند الصفر والألفا هكذا، هنا زائد ناقص زائد، هنا عبارة الدالة
عندنا هكذا، ثم ينزل هكذا، ثم يعيد الصعود هكذا. هنا وجدنا ناقص ما لا نهاية، هنا وجدنا الزائد ما لا نهاية في النهايات، وهنا نعوض بالصفر، صفر 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 تعطيكم واحد. وعندنا اف لألفا، اف وهنا اف لألفا، اف لألفا ها هي قيمتها بالتقريب اللي هي ناقص 0.1. إذن ها هو جدول التغيرات قد امتلئ بطريقة صحيحة. هكذا نكمل مع بقية الأسئلة. قال احسب اف لواحد ثم حل في ار المعادلة. إذا نكتب حساب اف لواحد، نعوض هنا بالواحد، اف لواحد تساوي لنا واحد اللي هي واحد قوة ثلاثة واحد ناقص اثنان زائد واحد على اثنان ناقص اثنان زائد واحد وتعطي لنا صفر. لماذا؟ لأن في البسط صفر، صفر على واحد صفر. الآن ماذا يمكن أن نقول على الواحد؟ ماذا يمكن أن نقول؟ نقول الواحد، عفوا، واحد حلا للمعادلة اف لإكس يساوي الصفر، هو حل له أكيد، هذا الأمر الأول. الآن كيف نستنتج باقي الحلول؟ إذن هنا نقول الآن ثم حل، نقول حل المعادلة اف لإكس تساوي الصفر. عندكم تعرفون أن حل كسر يساوي الصفر، القاعدة تقول البسط هو الذي يساوي الصفر فقط. يعني يكافئ ماذا؟ يكافئ إكس قوة ثلاثة ناقص اثنان إكس زائد واحد يساوي الصفر. لم يقل لك إشارة عبارة، إذا قال إشارة عبارة فالبسط في المقام إشارات، أما عبارة عادم فالبسط هو الذي نادي. إلا أن هذه معادلة من الدرجة الثالثة، كيف نقوم بحلها؟ الآن نحن نعلم أن الواحد هو حل لها، نستعمل القسمة الإقليدية، تابع ونستعمل القسمة الإقليدية لإيجاد كثير الحدود الذي بقي لنا. هكذا نكتب إكس قوة، عفوا، نكتب إكس قوة ثلاثة ناقص اثنان إكس زائد واحد. الحل الذي وجدناه أعطي لنا ماذا؟ واحد، معناه يكتب إكس ناقص تلك الحل ناقص واحد، لو كان ناقص واحد تصبح إكس زائد واحد. تعالوا الآن نقوم بعملية الاشتقاق، ما بعملية القسمة. إكس قوة ثلاثة على إكس تعطيكم إكس مربع، لأن إكس قوة ثلاثة على إكس يختزل هذا مع هذا تعطيكم إكس مربع. الآن نعيد، هذا في هذا كم؟ يعطي لنا ناقص إكس مربع، وهذا في هذا يعطي لنا إكس مكعب. ندخل عليهم الناقص لأن سنعمل هكذا، الناقص هنا ناقص يصبح زائد، هذا يختزل مع هذا يصبح كم؟ يصبح إكس مربع ناقص اثنان إكس، هذا نقوم بإنزاله هكذا ونكمل عملية القسمة. إكس مربع على إكس يعطي لنا زائد إكس، هذا في هذا كم؟ يعطي لنا ناقص إكس، وهذا في هذا كم؟ إكس مربع. ندخل عليهم الناقص هكذا، يصبح هذا يذهب مع هذا، وهذا يعطي لكم ناقص إكس، لأنها إكس ناقص إكس، ناقص 2x مع x تعطيكم ناقص x، وننزل هذا ناقص x على x تعطيك ناقص 1، ناقص x على x هذا في هذا يعطينا كم؟ يعطينا 1، ثم هذا في هذا يعطينا ناقص x، ندخل عليهم الناقص هكذا، يختزل هذا مع هذا صفر، القسمة تامة. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول أن هذا يساوي ماذا؟
يساوي لنا اكس ناقص واحد في اكس مربع زائد اكس ناقص واحد، وهذا يصبح يساوي الصفر، لأن هذه الكتابة تساوي هذه الكتابة. اثنان يساويان الصفر، ماذا نقول؟ جداء عددا يساوي الصفر، يا إما الأول، يعني يا إما هذا يساوي الصفر أو هذا يساوي الصفر. يصبح إكس ناقص واحد يساوي الصفر، أو ماذا؟ أو إكس مربع زائد إكس ناقص واحد يساوي الصفر. هذا ينتج أن إكس يساوي واحد، وهذا الدالتا يساوي ب مربع ناقص أربعة في أ سي في واحد في ناقص واحد، يصبح كم يساوينا؟ خمسة. المعادلة تقبل حلين، إكس واحد يساوينا ناقص ب، ها هو ال ب، ناقص واحد ناقص جذر خمسة على اثنان أ، هو هذا على اثنان أ. الحل الثاني يساوينا ناقص ب زائد جذر دالتا على اثنان. الحلول ما هي؟ بكل بساطة يصبح اس يساوي لنا الحل الأول كما قلناه، الحل الأول هو إذا اكس واحد واكس اثنان، وهذا نسميه اكس ثلاثة. ها هي الحلول، حلول المعادلة. الآن بعد ما وجدنا هذه الحلول يا أبنائي، ما هو الهدف من هذه الحلول؟ أولا، ما هو التفسير البياني لحل هذه المعادلة؟ التفسير البياني هي تفسيرها البياني هو نقاط تقاطع سي اف مع محور الفواصل، هذا هو الأصل. نقاط تقاطع مع محور الفواصل هي الحلول التي وجدناها، هذه التي تظهر لديكم، هذه هي الحلول، وهنا علينا أن نجدها بحلول مقربة، يعني ناقص واحد ناقص جذر خمسة على اثنان سنقربها، ثم عندنا كذلك ناقص واحد زائد جذر خمسة على اثنان سنقوم بعملية التقريب. إذن وهنا قد قمنا بحساب القيم بتقييم التقريبية للحل الأول، وجدنا ناقص واحد فاصل واحد وستون، والحل الثاني هو صفر فاصل واحد وستون، والحل الأول هو الواحد. الآن ننطلق إلى العنصر ما قبل الأخير اللي هو الرسم، اللي هو أهم شيء، وفيه الطلبة كثيرون لا يجدون هذه العملية في الرسم. أبنائي هنا عليكم بتحضير كل شيء، أولا تحضير جدول التغيرات، ها هو أمامكم، تقومون بتحضير كذلك حلول هذه المعادلة، المستقيمات المقاربة، الوضعيات، ما قلت في الأول هو جدول التغيرات. نبدأ أولا برسم ماذا؟ برسم المستقيمات. المستقيم الذي موجود هو عندنا هو الدالتا فقط. نستعمل جدول مساعد، تعرفون الجدول المساعد استعملته منذ الصغر، هو إكس وإيكلاك. نعطي قيمة، نعطي الصفر هنا تعطي لنا ماذا؟ صفر فاصل. نعطي الصفر نجد ماذا؟ صفر فاصل خمسة. ونعطي الإيكلاك نعطي له صفر. الإكس كم يصبح لنا؟ كذلك إذا لاحظوا يصبح واحد على اثنان في إكس زائد واحد يساوينا الصفر، ومنه ماذا؟ إكس يساوينا ناقص واحد، لأن هذا مستحيل يساوي الصفر، يعني تصبحون ناقص واحد. يعني لما نأتي الآن إلى التعيين، عندنا في الإكس يعين المستقيم بنقطتين صفر وناقص صفر وصفر خمسة، صفر فاصل خمسة، ها هي صفر فاصل خمسة. عندنا الناقص واحد مع الصفر، ها هو. الآن نقوم بعملية التوصيل بينهما هكذا، هكذا، ونكمل كذلك من هنا هكذا، تابع حتى تكون العملية منظمة جدا. إذن هذا المستقيم هو دالتا، هذا هو دالتا، إذن ها هو الدالتا. عندنا كذلك نعين كذلك وضعيات، الوضعية ها هي أمامكم، هي ثلث ثلث ثلث، هو واحد اثنان ثلث، هو هذا. إذا نقطة التقاطع هي هذه، ها هي نقطة التقاطع
بنفس الطرق. الآن نبدأ بالرسم. في رسم أبنائي، أولا عليكم بتعيين ماذا. أول شيء أنصحكم به هو القيم الحدية العظمى والقيم الحدية الدنيا. القيم الحدية العظمى الإكس كم؟ ها هي صفر. الإيجلك كم؟ واحد، عبارة عن جبل. لاحظوا، ها هو مثل جبل، ها هو مثلكم مثل جبل. إكس صفر، إيجلك واحد، ها هي أمامكم. انظروا هنا حتى تتعلموا، يعني أبسط الطرق تتعلمون بها الرسم. عندنا كذلك هي حفرة، تشبه الحفرة. ألفا، الألفا بين ماذا؟ الألفا قلنا الألفا محصور ما بين الصفر ثمانية والصفر سبعة. صفر ثمانية وصفر سبعة هنا تكون في هذا الوجود، مع ماذا؟ مع ناقص صفر فاصل واحد. إذا كان ناقص صفر فاصل واحد هنا بالتقريب هنا هكذا. لاحظوا جيدا، مع مراعاة الوضعية. الآن نبدأ بالرسم مع مراعاة الوضعية. لاحظوا في هذا المجال من هنا يقع ماذا؟ فوق، يقع ماذا؟ فوق، مع مراعاة كذلك هذه الحلول. نعين كذلك الحلول. ما هي الحلول؟ الحلول ناقص واحد فاصل واحد وستون. لاحظوا هنا واحد فاصل واحد وستون هنا، خمسة ستون هنا، ها هو الحل. هذا إكس واحد. نأتي الآن إلى إكس اثنان صفر، ماذا؟ صفر فاصل واحد وستون، يعني يكون هنا، والواحد ها هو، ها هي الحلول. نبدأ الآن بالرسم. لاحظوا ها هو الآن يبدأ بالصعود، ها هو الآن يبدأ بالصعود أبنائي. لاحظوا يعني الأمر بسيط جدا، ها هو يصعد 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 إلى أن يصل إلى هذا المكان. تابعوا ثم سنرسمه بطريقة جيدة. لاحظ يبدأ هو مقارب، هو مستقيم مقارب، يعني يأتيكم من هنا هكذا، من هنا. يعني نرسم الأمر دائما يأتي سهل لما تبدأونه من هذا المكان. أنتم يعني المكان الذي تبدأون منه لا يهم، المهم الرسم يكون صحيح هكذا. إذا هكذا مستقيم مقارب، ثم هنا يخترقه هنا في هذه المكان، ثم يبدأ بالنزول يصل إلى هذا المكان، ثم يعيد هكذا، ركزوا، ثم يعيد ويذهب باتجاهه لأنه مستقيم، قلنا مقارب، بجوار زائد ماني والنقص ماني. لاحظوا إلى الوضعية، هنا يقع تحت، ها هو تحت، وهنا يقطع، ها هو المكان الذي يقطع فيه. لاحظوا جيدا أبنائي، ها هو الرسم بطريقة بسيطة، مثله مثل ما يظهر هنا في جدول التغيرات. لاحظوا ها، إلا أن هنا عندنا دالتا وهنا عندنا كذلك دالتا. ها هو الرسم صحيح 100% هكذا بأبسط الطرق. الآن بعد ما أكملنا هذا الشيء علينا أن نأتي إلى شيء آخر، اللي هو قال لتكن الدالة اش، الجزء الأخير، لتكن الدالة اش المعرفة على ار بهذه العبارة. قال تحقق من أنه من أجل كل إكس من R فإن H لإكس هذه تساوي هذه العبارة. إذا نكتب التحقق أن H لإكس تساوي ماذا؟ تساوي F لإكس ناقص 2. ما معناها؟ معنى نأتي إلى هذا الجهة ونوحد فيها المقامات نجد هذه العبارة. هذا هو الأمر. ماذا نكتب؟ نكتب هكذا f لx ناقص 2 تساوي ماذا؟ f لx اللي هي ماذا؟ تابعوا جيدا أبنائي حتى تتعلموا. نأتي إلى عبارة f لx، نأخذها معنا، ها هي عبارة f لx. تابعوا، سنجلبها معنا إلى العمل. إذا هنا ها هي عبارة f لx. إذا تصبح لنا ماذا؟ إكس قوة ثلاثة ناقص اثنان إكس مربع، عفوا ناقص إكس، اثنان إكس زائد واحد على اثنان إكس مربع ناقص اثنان إكس زائد واحد ناقص اثنان تساوي لنا. نوحد المقامات وتابعوا أبنائي ماذا ينتج. المقام المشترك هو اثنان
هو اثنان، قلت هو اثنان اكس مربع ناقص اثنان اكس زائد واحد. البسط هنا اكس قوة ثلاثة ناقص اثنان اكس مربع، عفوا ناقص اثنان اكس عفوا زائد واحد ناقص اثنان في المقام اللي هو هذا، اثنان اكس مربع ناقص اثنان اكس زائد واحد تساوي لنا، نجعل هكذا خط الكسر تابع وحدة كل عملية منظمة، اثنان اكس مربع ناقص اثنان اكس زائد واحد. البسط ماذا ينتج؟ ينتج اكس هو ثلاثة ناقص اثنان اكس زائد واحد ناقص اربعة اكس مربع زائد اربعة اكس ناقص اثنان، هكذا. ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا يساوي لنا تابع المقام، نتركه كما هو اثنان اكس مربع ناقص اثنان اكس زائد واحد. البسط اكس قوة ثلاثة يبقى اكس قوة ثلاثة، عندنا هذا يبقى ناقص اربعة اكس مربع، عندنا هذا مع هذا يبقى لنا زائد اثنان اكس، ويبقى لنا هذا مع هذا يعطي لنا ناقص واحد وهو المطلوب. لاحظوا بكل بساطة وجدناه. الآن قال استنتج، الأمر الهام هنا كذا الذي يريد منا أن نعمله هو استنتاج رسم سي اش دون دراستها، دون دراسة دالة اش. يعني هنا استنتج أن سي اش هو صورة سي اف بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه ثم أنشئه. نقول استنتاج أن سي اش صورة سي اف بتحويل نقطي بسيط. لاحظوا تحدثنا في بعض الدروس الأولى، قلنا يوم ما قلنا أنه إذا كانت عندنا هكذا، تكلمت بهذا الأمر، قلت إذا كانت جي لي إكس تساوي لنا إف لي إكس زائد كا، فإن هذا المنحنى سي جي يرسم بتحويل نقطي اللي هو انسحاب شعاعه في مركبته هي الصفر وماذا والكا. يوما ما تحدثت عن هذا الأمر، هذا يشبهه نفسه، وقلت كذلك إذا كان جي لي إكس يوما ما يساوينا ماذا؟ يساوينا إف لي إكس ناقص أ زائد كا أو بي، قلت هنا كذلك انسحاب شعاعه في يساوينا الأ والبي، يوما ما تحدث عن هذه الأمور في الدروس الأولى. هنا كذلك يشبه يعني هذه الأولى اللي هي ماذا؟ حسب ما تحدثنا، إذا يصبح إذا سي اش إذا التحويل النقطي ما هو النقطي؟ هو انسحاب شعاعه يا أبنائي في مركبته ماذا؟ بكل بساطة هنا لم يزد شيء، بما أن هنا لم يزد شيء في هذا المكان تابعوا جيدا، هنا بداخل إكس هنا بداخل الأقواس لم يزد أي شيء، فاعلموا أنه يبقى الصفر، وهنا زاد شيء اللي هو ناقص اثنان أصبح ناقص اثنان، لو زاد أربعة لقلت أربعة، إذا هنا انسحاب شعاعه في يعني تلك المنحنى، هذا المنحنى يا أبنائي سنقوم بماذا؟ بسحبه بشعاع بانسحاب شعاعه ماذا؟ قلنا شعاعه هو الصفر وماذا؟ والناقص اثنان، معناه أي نقطة تسحب بهذا الشيء. تابعوا لو نأتي إلى مثلا إلى هذه النقطة نسحبها بماذا؟ بوحدتين إلى الأسفل مع الإجراج فقط، يسحب مع الإجراج لا يسحب مع الإكس، تابعوا جيدا ستفهمون ما المقصود بذلك. إذا من هنا نتعلم كيف يتم سحب هذا ماذا؟
هذا المنحني بيقلت بانسحاب شعاع مركبته هي الصفر والناقص اثنين. كيف الناقص اثنين؟ يعني على محور التراتيب ننزل بناقص اثنان، ننزل لو كان اثنان نزيد بالاثنان. تعالوا ونلاحظ كيف تتم هذه العملية، لاحظوا جيدا، ها هي تتم، هذه أنزلته بواحد، لاحظوا انسحاب بواحد، أنسحب باثنان، إذا يصبح المنحنى في هذا المكان يا أبنائي. أكرر، لاحظوا يكون هنا ننزل بوحدتان، واحد اثنان على محور التراتيب فقط، ها هو انسحاب بهذه الطريقة، هذا هو الانسحاب لهذا، ويصبح المستقيم المقارب يصبح هو نفسه مثل ما تلاحظون هنا، يصبح يعني يوازيه كذلك، يصبح يوازيه هكذا، يصبح هو مستقيم يوازيه بهذه البساطة هكذا. هذا هو المنحني، منحني اسمه سي اش. لاحظتم كيف تمت عملية الانسحاب؟ لو كان انسحاب في مثلا واحد وناقص اثنان، يعني لاحظوا هنا على محور التراتب يكون ناقص اثنان، وعلى محور الفواصل كم يكون؟ يكون واحد، هنا يكون ناقص اثنان، لاحظوا هكذا، وعلى محور الفواصل كم يكون؟ يكون واحد، يعني يأتيكم هكذا، يصبح هذا هو الشعاع، شعاع الانسحاب. يعني كل نقطة، كل نقطة تغير بهذا الانسحاب، كل نقطة ستتغير بهذا، يعني هذا المكان يتحول إلى هذا المكان، هذا المكان، هذا المكان يتحول إلى هذا المكان، يعني لو نأتي إلى رسمه، يعني لاحظوا جيدا هكذا، يصبح هكذا يا أبنائي، لو جاء مثلا بهذا الانسحاب كما تلاحظ. هذه هي عمليات تحويلات النقط اللي هو المشهور هو الانسحاب بطريقة بسيطة. الآن لو طرح علينا سؤال آخر أبنائي، وقيل لنا، تابعوا جيدا، مثلا ها هو، إذا هذا هو هنا، لو أعطي لنا وقيل لنا لتكن جيلي إكس تساوي ماذا؟ القيمة المطلقة لاف لإكس هكذا، وقيل لنا أرسم سي جي دون دراسة الدالة، يعني الدالة أعطيت لنا سي جي، جيلي إكس تساوي القيمة المطلقة لاف لإكس. هنا بكل بساطة ماذا يا أبنائي؟ هنا هذه القيمة كيف هي؟ قيمة موجبة مهما كان، يعني القيم الموجبة تبقى كما هي، لاحظوا جيدا كيف يرسمونها، يرسم هكذا، هذا يبقى كما هو، هذا يبقى كما تلاحظون، هذا كذلك إلى غاية هذا المكان، البقية سيناظر بالنسبة إلى محور الفواصل هكذا، وماذا؟ وهكذا، هذا كذلك يناظر، يناظر هكذا. هذا الذي باللون الأحمر هو سي، هو سي جي، هذه قاعدة، لأن هذه القيمة موجبة، الذي كان موجب يبقى، والذي كان سلب يتحول إلى موجب بحيث يتناظر بالنسبة إلى محور الفواصل، هذه القاعدة الأولى. الآن لو أعطيت لنا شيئا آخر، لو أعطي لنا القيمة، أعطيت لنا هذا الشيء هكذا، أعطي لنا كالي إكس تساوي لنا إف لي القيمة، هنا القيمة المطلقة داخل هنا، هنا هنا بالداخل، كيف تكون العملية؟ كيف تكون يا أبنائي العملية؟ هنا هذا المستقيم المقارب، أنساه دائما، هو المستقيم المقارب، كيف تكون العملية في هذه الحالة؟ هنا أكيد ستكون الدالة هذه ك هي زوجية، مهما كان هذه الدالة تكون زوجية، عفوا ربما، ربما تكون زوجية، لا ننظر إلى العبارة أم لا، هذه لا تكون زوجية،
مهما كان هذه لا تكون زوجية، إذن لا ينطبق عليها هذا المثال. لو كانت زوجية، لو كانت عبارة من الدرجة الثانية هنا لكانت زوجية فنطبق عليها تلك المثال، إلا أن هنا هي ليست زوجية لأن قيمة مطلقة لـ x قوة 3 مرات تعطيك ناقص x مرات x، يعني فلا يمكن أن نتحدث. المهم تحدثنا على القيمة المطلقة هكذا. لو كانت زوجية لقلنا ماذا؟ لو كانت زوجية لقلنا أنها يأتي متناظر بالنسبة إلى محور التراتب، يعني هذا المنحني يأتيكم الأول هكذا والثاني يأتيكم هكذا، تابعوا، وجزء الثاني يأتيكم هكذا. هذا هو رسم الدالة ك، هكذا يأتيكم متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، لأن يعني الدالة الزوجية يأتي المنحني متناظر. أما هذا الذي يبقى باللون الأزرق هذا لا يهم، هو ليس تابع للدالة ك بهذه البساطة. وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا، كما لا أنسى صحة فطوركم لأننا نحن في شهر رمضان، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.